أهلا وسهلا فيكم وشرفنا حضوركم لافتتاح قرية جدة العالمية. هذا شرف لنا وتواجدكم وتغطيتكم للحدث لجميع الدول اللي مشاركين. ما شاء الله كنت شايفتكم أنكم بتمروا على كل دولة ما شاء الله وبتغطوا الحدث، فهذا شيء جميل منكم وأشكركم على جهودكم. قرية جدة العالمية طبعا تحت سقف واحد هتلاقي التراث، الدول المشاركة، أكثر من 50 دولة مشاركة، الجاليات ما شاء الله حضورهم اليوم، يعني أنا تفاجأت بالحضور، يعني كان حضور جدا قوي، ويمكن أنا ما شفت الحضور قد ما الناس كانوا يجوا ويباركوا لي للحضور ونجاح قرية جدة العالمية، وأتمنى أنه يكون نجاح دائم بإذن الله تعالى. طبعا قرية جدة العالمية هذا مش يعني بس سوزان ولا أنه كمنظمة، أنا أعتبره هذا المملكة العربية السعودية، وأنا إن كان نجحت أنا أهدي النجاح هذا حق قرية جدة العالمية لخادم الحرمين الملك سلمان الله يطول عمره، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الله يطول في عمره، هو اللي شجعنا أنه نحن نعمل الخطوة هذه ونكون نحن كسيدات في المجتمع، مو بس السعودي، في المجتمع العربي الحمد لله، ونفتخر أني أنا بنت الوطن المملكة العربية السعودية. أنا طبعا أشكر كل الحضور وكل القناصلة اللي حضروا، ما حقول أسماء عشان لا أنسى أحد، كل الجماعة، كل الموجودين أنا أشكرهم، يعني بصراحة حسيت أنه حتى الفقرات اللي كانت موجودة مبسوطين منها المتواجدين والقناصلة، واشكر اللي حضروا من سمو الأمير والأميرة، فهذا شرف لينا ولنجاح قرية زي هذه وبما شاء الله قوتها، وكل من دخلها يقول يعني التوقعات اللي كانوا يسمعوا عنها مو زي اللي شافوها، فكانوا مبسوطين وبشكروني على الشيء هذا، فهو الشكر ليس لي، الشكر لله سبحانه وتعالى لنجاح قرية جدة العالمية إن شاء الله. الفعالية حتكون لمدة شهر كامل، وإن شاء الله أنا أتمنى يعني إن شاء الله بإذن الله، في ناس كتير بيقولوا لنا لا رمضان داخل علينا وكذا، فمددي لنا هي، فإن شاء الله ليه لا، بالعكس أنا أتشرف إنه نجاح القرية إنه تتمدد أو شيء، هذا شيء شرف لينا. العفو.